صباح الخير، اهلا بيكم في مطبخ لايف عوده حميده ان شاء الله. النهارده هنعمل حاجات كويسه سهله قوي للموظفه والست البيت اللي عايزه تذاكر لاولادها حاجات سريعه كده. احنا هنعمل النهارده ستيك، وهنعمل سجق بلدي، وهنعمله بطرق مختلفه شويه. ومعانا رز مصري هنعمله طريقه الكبسه، بيبقى احلى كتير يعني رز بتاعنا احلى كتير من اي رز بصراحه. نبتدي بقى على طول عشان ايه الوقت. اللحمه الستيك هي بتبقى شرايح اتقل من البفتيك شويه، بيبقى فيها دهن كده، وبعدين سهله قوي في عمايلها ومتاخدش وقت. احنا انا حطيت زيت، هحط معاه سمنه. زبده اقصد، احنا دايما نحب ايه نحط الزيت مع الزبده، بيبقى كويس يعني. بس واحنا هنحمر ايه، هناخد الستيك نحمره، وبعدين نقول اللي هنضيف عليه ايه. واللي يتحمر هيطلع، وهنحمر غيره، وبعد كده هندمجه كله مع بعضه ان شاء الله بالتوابل. فاحنا هنا نسيبه بقى يتحمر وياخد راحته، نبتدي نعمل الرز. الرز بقى بتاعنا ده توابله دي توابل كبسة من عند العطار، او ما عندكيش هاتي كركم، هاتي صلصة طماطم، وحطي بقى بهاراتك اللي انت تحبيها. فاحنا هنحط الاول، وبعدين هنعمله بايه، بمبشور الجزر. جربوه هيعجبكم جدا، مبشور الجزر بيه للرز. جزرية مبشورة على نص كيلو رز، على طماطماية، على بهارات الكبسة، على توابلك بقى اللي انت عايزة تعمليها. احنا بنسيبها تتشوح كده، بنسيبها تتشوح شوية تدبل كده، بعدين نبتدي نحط البهارات بتاعتنا. وبعدين نحط معاها ايه، معلقة صلصة طماطم تبقى كويسة جدا، دي تدي لون وتست حلو جدا. والثوم دي حسب الرغبه، لو انت عايزه تحطي ثوم. بعدين جوزة الطيب، وبعدين فلفل، بابريكا او شطه حسب رغبتك، يعني البابريكا بتبقى احسن شويه. بعدين ممكن بقى حسب الرغبه تحطي دبس رمان، معلقه صغيره جدا قد دي، بتدي تيست بس حلو، او معلقه سكر، او معلقه عسل، عسل اسود يعني. خلصنا كل مكوناتنا دي، نبتدي نحط الرز. احنا ما حطيناش ملح طبعا، هنحط الملح بتاعنا. ورز حلو جدا جدا، التمليح ده حسب ايه، حسب رغبتك يعني. نحط بقى الرز على طول، ما فيهوش اي حاجه، واطعم واحلى. ولو جربتيه بالرز المصري بتاعنا هتحبيه جدا. الجزر ده بيديله تيست حلو جدا. نقلبهم شويه، وكل التوابل بتاعتنا دي نقلبهم شويه. لغاية ما يطلع الريحة كده ويفلفل. نبص على اللحمة، احنا عايزينها تتحمر كده. ممكن دي نسيبها، هنطلع بقى هنا بعد اللي هيتحمر ده. واحنا بقى كده نرجع للرز، فلفل خالص معانا. عايزه تحطي له طماطم مبشوره بدل الصلصه،
حطي برضو بيبقى حلو. وناخد بقى الميه، وطبعا الميه معروفه تغطيه بس، او كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه، او كوبايه وربع شوربه لو هتعمليه بشوربه. بس نسيبه بقى ياخد راحته معانا خالص ونغطيه، ونسيبه ياخد راحته معانا. وده رز حلو قوي، والجزر بيخليه حلو جدا. ونقفل عليه بقى ونسيبه. احنا بقى بنحمر هنا، اللي تتحمر هنحط غيرها على طول، هنطلعها نحط غيرها. نسيبها بس على احنا بقى نسيب الرز هنا وناخد جنبنا كده، نسيب الرز هنا وناخد جنبنا السجق. نعمل السجق بطريقه حلوه قوي. ممكن تقطعيه زي ما انت عايزه، يعني ممكن تخليه سليم وممكن تقطعيه. ها بالخضار، هنعمله بالخضار، الخضار اللي هو بصل وطماطم وفلفل الوان وحبه بقدونس وكزبره، او كزبره، او لو عايزه تستغني عنه استغني. احنا بس نطلع اللحمه، مش عايزه احط، لازم تكون الزيت سخن جدا. لو حطيتي عليها وانت بتحمري هينزل الميه بتاعته فمش هتتحمر بسهوله. فاحنا ايه، بنخليها نحمرها على الوشين بسهوله جدا ويكون الزيت قادح جدا. بس واحنا هنا بقى بنعمل السجق ازاي. احنا على فكره النهارده يوم بسيط ان شاء الله. اي واحده دلوقتي صاحيه عايزه تعمل اي حاجه بديها افكار، بس ان بسرعه حبه سجق وحبه رز خلصت، حبه ستيك ومعاهم رز او مكرونه خلصت الشغلانه بابسط ما يمكن. ما بتقفيش ساعه في المطبخ يعني، وبيبقى عندك غدا حلو وطعم والولاد هيحبوه. نعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنا هنحط بصله مبشوره، استنى ماشي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الورد عليكم. الله يخليك يا رب، صباح الهنا. تسلمي على كل حاجه شيفا بتعمليها بصراحه يعني. الله يبارك لك، ربنا يحفظك. وتحياتي ليكي وتحياتي لمشاهدينك وتحياتي للمحترمه اللي ردت عليا وفريق الاعداد بتاعك بالكامل. ربنا يخليك يا رب، متشكره قوي. تسلم يدك على اللي بتعمله لنا والله. ربنا يخليك يا رب، ميرسي قوي. الزوق صحة وجمال، دي تعتبر احسن مرئيه بصراحه يعني، بمارد الله بتفيدونا بحاجات حلوه والله. ربنا يحفظك يا رب، متشكرة قوي لذوقك، ميرسي لذوقك. يعني يا رب لي طلب عندك يا شيخه. بالنسبه للمرقه اللي هي بتتعمل، وعاوز التوابل بتاعت الخضروات، يا ريت يعني ايه بتاعت المرقه، المرقه اللي بيتحشي بيها السمان والطيور وكده. لا بعد اذنك، المرأة اللي هي ايه بنحطها في الطبيخ والحاجات اللي بيبيعوها، ما عايزينش نجيب من الحاجات الجاهزه اللي في السوق، عايزين نعملها في البيت هي والتوابل بتاعت. ايوه ايوه، يعني حضرتك عايز تعمل توابل تستعملها في حاجات كتير. يا ريت يا شيخه، تسلمي. حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك يا رب، شكرا. متشكر جدا جدا، لا انا سعيد النهارده اللي اتصلت بيكم بصراحه رب. يعني متشكره قوي، ميرسي لاتصالك، متشكره قوي. التوابل انا برضو بعملها في البيت. بجيب فنجان جوزة الطيب، بجيب فنجان بهارات مشكلة، بجيب فنجان كمون، فنجان كزبرة، بابريكا، بجيب عليهم السبع بهارات وبطحنهم وبحط عليهم حبة ملح وفلفل اسود وبحطهم عندي استعمال لكل حاجة. ده بيبقى حلو قوي، بس مهم قوي جوزة الطيب. احنا دلوقتي عملنا البصل، هنا بقى معانا طماطم وفلفل الوان مشكل. اوكي، الو،
الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله ما شاء الله، منوره 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 ما شاء الله، ربنا يخليك. والله انا كنت هسالك برضه على اكلات للسجق جديده. انت ما شاء الله عليك، الله اكبر الله اكبر، ربنا يحفظك. ميرسي جدا. السجق حاجة سهلة، أولادنا بتحبه، وفي طرق كتير ليه غير إن إحنا نحطه في مية سخنة وعلى النار وكده. فده استعمالاته الجديدة دي بتخلي فيه تنويع، وحتى لو حابة تحطيه زي ما هو كده. أيوة من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم، ويا رب يا رب نشوفك. وقولي لي الإعادة إمتى، عشان أنا ما بشبعش بجد من الحاجات الحلوه بتاعتك دي. الاعاده بقى امتى ان شاء الله؟ ربنا يخليكي. هسال الاعداد دلوقتي واقول لك على طول الاعاده امتى. ميرسي قوي حبيبتي، ربنا يخليكي. احنا كده حطينا الفلفل، مش عايزين حاجه تدبل، تدبل مع السجق. احنا بقى نبتدي نبهر، هو بهاراته كتير. هنحط صوص الباربيكيو، هنحط دبس رمان، والحاجات دي اختيارية على فكرة، يعني اللي مش بيحب الحاجات دي ما يلتزمش بيها. بس نحط توم، ناخد من دي كده، نحط التوم. التوم ده بفلفل اطحنه برضو في البيت. هنحط هوت صوص او كاتشب، برضو ده اختياري. بعدين حبة جوزة الطيب، ملناش دعوة ببهاراته هو احنا بس هنقلل الملح علشان هو فيه ملح. ادي جوزة الطيب وحبة بهارات، وايه ده بقى، وبابريكا. عايزة تحطي شطة حطي، وحبة ملح صغيرين عشان هو فيه ملح. في بقى بيتحط له مستردة، ودي حسب الرغبة، يعني انا ما المستردة مش حبيبتي بصراحة، مش بتحبني. بس هو كده، هو كده خلصنا. هو كده ويتقلب مع نفسه بقى، وياخد من الخضار ده وطعم ما شاء الله بقى. قبل ما نقفل ممكن نحط كزبرة وبقدونس اختياري برضه، او تجميل يعني. ممكن نحط ايه، معلقه صغيره جدا، نص معلقه كده صلصه. بس نقفل عليه بقى ياخد ويدي مع نفسه، ونبص على اللحم. هو مش هياخد وقت معاكي خالص. الرز بيتقلب، نقلبه بايه، الرز اهو ابتدى يستوي معانا. مايا، اهلا بمايا. اهلا بيكي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ تسلمي ايديكي. تسلمي يا حبيبتي. انا ممكن اطلب لو سمحت اعرف طريقه الفينو؟ معلش. ايه؟ اعرف طريقه الفينو. طريقه ايه؟ الفينو، 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 العيش الفينو. الفينو. حاضر. بصي، هو في اساسيات تقريبا بتبقى واحده في الفينو، يعني كوبايه لبن عليها بيضايه، لو البيضايه دي حسب الرغبه، حبه ملح، خميره بيره، نص كوبايه زيت، اربع كوبايات دقيق. ممكن بقى تحطي لبن او تحطي ميه، ممكن تحطي لبن او تحطي ميه، وتخلي العجينه مش يابسه، العجينه لينه. لو اخدت لبن او ميه اكتر من كده افضلي اعجني فيها، واديها بكوه خبيره مع معلقه سكر وذره ملح، واعجنيها وسيبيها ساعه، مش نص ساعه زي كده، سيبيها ساعه كامله. واما تتعمل بعد ساعه كامله ابتدي بقى قرصيه ازاي. بتجيبي دقيق وتفرديها على نشابه، وبتعمليه زي الرول، يعني كانك بتعملي كده كده. ماشي، هتعملي كده لغايه ما تخلص الكميه، تسيبيها ربع ساعه، وبعدين تدخليها على فرن. لو عندك فوق وتحت يبقى كويس، لو عندك تحت بس يبقى على 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 180 درجه لغايه ما ينفش وياخد شكل الفينو اللي انت حباه او الكايزر.
بعد وتحطي على وشه صفار بيض بالفانيليا وبتاع ده وباللبن، يعني صفار بيضايه بحبه لبن بحبه فانيليا ومعلقه زيت، وبعدين بالفرشه تدهني الوش بيهم، وبعدين تحطي سمسم او حبه البركه حسب رغبتك، بيبقى احلى من الشارع، بيبقى حلو جدا كمان. وأموري. شكرا لاتصالك، ميرسي قوي ليك. طبعا اللحمه الستيك دي انا كنت نقعها في ميه بصل وحبه خل في الاول، او حبه بصل بودره وبرده حبه خل، وتسيبيها بقى ساعتين كده لغايه ما تعوزيها. احنا كده حمرناها، وهي ما بتاخدش وقت خالص. هنرجعهم تاني كده، يعتبر هو اول حاجه خلص يعني. وهنبتدي بقى ايه، نحط له التوابل بتاعتنا. بس هنحط طماطميه مبشوره تديله حاجه كويسه كده، ونحط برده حبه باربيكيو. الباربيكيو ده حلو، بيدي حاجات كويسه. وفلفل، وملح. عايزه تحطي بهارات لحمه حطي، عايزه تحطي جوزة الطيب حطي. برده نحط حبه باربيكيو، عشان لو عندنا فحمه بقى بولعها وبحطها في ورق فويل واغطيه، بيبقى حلو قوي قوي. وبعدين احنا هنحط ايه تاني؟ احنا حطينا البهارات، ونحط بقى البهارات بتاعتنا وحبه جوزة الطيب، ونقلبه مع بعض، وشقشاء بسيط ميه، بسيط جدا، علشان ليه الميه دي بقى؟ علشان تدمج كل التوابل مع اللحمه مع بعض، فيشربوا من بعض وترجع. احنا كده محمرينها، وعايزه بقى تحطي فلفل اخضر، احنا هنحطناش ثوم. عايزه تحطي فلفل اخضر لو بتحبيه، او حبه شطه. انا هنا الفلفل مع الثوم عشان بيدي نكهه كويسه. بس هنسيبه بقى نقلبه كويس علشان كله ياخد من بعضه، ويكمل سواه بقى كده من غير ما يتغطى ولا اي حاجه. طبعا جوزة الطيب مع البهارات بتدي ريحه حلوه قوي قوي، وبتخلي الدنيا كده فحفحه حلو. لو كان يسمح بفحم بقى كان هيبقى كويس قوي. ايوه يا ايمان. الو ازيك يا ايمان؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا سمعت، كنت عايز اسال على عجينه الكريب. عجينه ايه؟ عجينة ايه؟ عجينة الكريب. عجينة الكريب؟ حاضر. هي عجينة الكريب بتاخدي معلقة بيكنج باودر فيها علشان تنفش معاكي. بتاخدي كوبايتين دقيق وكوباية لبن وبيضاية، ولو هتعمليه حادق حطي فلفل، هتعمليه هو يفضل بيبقى حلو كمان. تحطي فانيليا، تضربيهم كلهم في الخلاط بتاع 5 دقايق كده، ينضربوا في الخلاط لغايه ما يتجانسوا. كوبايتين دقيق وكوبايه لبن ونص كوبايه زيت او زبده زي ما انت عايزه، ومعلقه بيكنج باودر صغيره وبيضايه، وحسب ما تحطي بقى فانيليا. وبعدين بتضربيه خالص في الخلاط خالص لغايه ما يتجانس كله، بيبقى قوامه يعني مش تقيل طبعا، بيبقى قوامه كانك عامله ايه، مش عارفه اوصفلك، يعني بيبقى قوامه لين شويه كده لين. فبتروحي حاطاه، بعدين بتسخني طاسه زي دي جامد، وبعدين توطي، بعدين بالفرشه كده بتدهنيها زيت، وبتاخدي كوبايه او حاجه زي دي عشان يبقى المقدار كله واحد، وبتفرديه على الطاسه لغايه ما يخلص، بتقلبيه على الناحيه الثانيه، بيبقى حلو قوي. على بال ما ننضف مكاننا يكون كله بقى كويس. الرز ما شاء الله،
هو بقى يشرب السجق اهو بسيط، ابتدى بقى ينزل الميه اللي في الفلفل والميه اللي في البصل والميه اللي في الطماطم والثوم وكده، بيبقى طعمه حلو جدا. احنا نشيل الحاجات دي كلها، وبعد كده نقدم حاجتنا اللي طلعت بقى. شوف الدنيا سهلة وخلصت بسرعة ازاي، مفيش اي حاجة. طلع حاجتنا نقدم فيها، لان كده خلصنا بسرعة كمان. وان شاء الله ان شاء الله كل مرة نعمل حاجة تعجبكم يا رب. ايوه يا نجوى، ايوه يا نجوى. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك انت؟ الله يخليكي، الحمد لله. تسلمي ايديك على اللي انت بتعملي كله. تسلم. عجبتك الحاجات السريعه دي؟ اه، بس ممكن تعملي الاستيك تاني، عشان شفتك بس بتحطي الطماطم وبتحطي الفتاي. فين؟ في السجق ولا في التاني؟ لا، الاستيك اللي انت كنت بتعمليه. الاستيك انت بتحمريه في زيت وسمنه، وبعد كده بتطلعيه. طب وهطلب من حضرتك طلب تاني يا رب يبارك. معلش تقولي لي على في قرص كده اللي هي البيضة بالنشادر بتتباع في الافران، تقولي لي عليها. القرص الفلاحي؟ لا، في الافران اللي هي بالنشادر ديت، السمن والنشادر. بالنشادر؟ اه، يعني ما بين البسكويت والقرص كده؟ اه، بتتباع في الافران. طيب حاضر، ماشي. تقولي الكفته المشويه، معلش. الكفته المشويه؟ اه حاضر. الكفته المشويه بتعمليها تعمليها ميه، تعصري البصله جامد قوي، تبشري بصله كبيره على الكيلو، وبعدين تاخدي التفل بتاعها، وبعد كده بتحطي حبه زي ما انت عايزه بقى، يعني فنجان برغل منقوع او معلقه بقسماط اللي تحبيه يعني. وبعد كده بتحطي ملح وفلفل وفصين ثوم، وبعد كده بتحطي، عايزه تحطي خضره بتبقى حلوه، وبعد كده بتقلبيهم كأنك بتعجني عجين 10 دقايق، تعجني فيها كده يعني من 5 ل10 دقايق، لغايه ما تخلي كله تجانس. كل ما تعجني فيها كل ما هي هتمسك قوي. لو عملتيها كده طبعا كان لو متجمده كان داخلها تلج هيفك، لو كده. فانت كل ما تعجني فيها كل ما بتدفى في ايدك وبتهدى، وبعد كده بتبقى ماسكه كويس. وانا ما بحط لهاش بيض بصراحه، انا بحط لها يا برغل يا معلقه بقسماط عشان تمسك شويه بس. وبتصبعيها بقى، بتحطيها في الفرن. وعندنا البسكوت القرص ده بيتعمل زي بسكوت النشادر بالظبط، بس بتزودي دقيق. يعني مثلا لو 7 بيضات على كيلو دقيق، على ربع كيلو سكر، على معلقه نشادر، ونص معلقه بيكنج باودر، وكوبايه لبن، كوبايه صغيره لبن او نص كوبايه. وده بياخد ده مقادير البسكوت. هتزودي عليها دقيق بقى لغايه ما تلاقيها عجينه يابسه زي الكحك كده بتمسك في ايدك، فدي بتبقى حلوه برده كده. وبتشكليها وبتدخليها الفرن. احنا هنطلع انا هقول لك على الستيك. الستيك ده حمرته، وبعد كده رجعته تاني وحطيت له بهارات كلها اللي انت عايزاها حطيها، وحطيت معلقه ثوم وطماطميه مبشوره وثوم بفلفل اخضر، يعني معلقه الثوم تكون بفلفل اخضر، وبهاراتك اللي بتحطيها. وبتحط لها فنجان ميه بعد كده، هي بتبقى مستويه، الستيك ده بيبقى مستوي، بس الميه ده علشان يتجانس التوابل مع اللحمه، وتبتدي بقى ايه، يدخل البخار يدخل جوه اللحمه، فتديكي الريحه والطعم كويس. احنا هنخلي عشان اعرف احطه بس، ممكن بقى نجيب حبه من الكزبره وبقدونس، او كزبره بس او بقدونس بس زي ما انت عايزه، ياخدوا الريحه من بعض كده.
بصي شكلها زي المشويه ازاي وطعمها حلو جدا الحمد لله. وبرده هي مستويه اهي يعني بتتقطع معايا على طول. شوف بس طبعا لازم تتنقع في مية بصل او بصل بودرة علشان وحبة خل ومن غير ملح شقشق ملح بسيط بس علشان لو زودتي ملح هنا ما يبقاش حادق تنسي ولا حاجة. الصوص بتاعها ده بقى بيبقى احلى منها تحط عليها كده. ادي اول حاجه طلعت. عايزين بقى نطلع تاني حاجه. ده ما بياخدش وقت خالص. الرز استوى معانا بس نطلع الرز الاول كده لحسن انا كفايه الرز. طلع بيه بس الرز مع البصل مع الجزر اقصد مع التوابل بيدي شكل وبيدي عايزة اعمله ايه كأني قلباه يعني. طعمه حلو قوي ان شاء الله يعجبكم. بعدين نطلع ده بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يكون شكله طريقته عجبتكم. استنى قول تاني استنى ثواني. بصوا بقى هو مجرنش نفسه مع نفسه يعني كل حاجه فيه مجرنشه نفسها مع نفسها. كله حطيت انا حطيتها كده ايه جرنشه يعني مش لازم مش لازم يعني انا ما بحطش عليه بس انا لقيت الخضره عندي كتير فقلت ايه نجرنشه. فكده الحمد لله كده خلصنا. يا رب الحلقه تكون حلوه ويا رب الحاجه تعجبكم ويا رب تجربوها وتقولوا لي على صفحتي نونا فود. وان شاء الله المره الجايه
نعمل لكل حاجه حلوه انتوا عايزينها. متشكره قوي وكل اللي ساعدني النهارده، ميرسي قوي ليكوا كلكوا. باي باي.